الفنان السلاوي يعزم قمرطائي إلى حفلته. شاهدوا المزيد من التفاصيل. نشر الفنان السلاوي بالأمس مقطع على صفحته بالإنستغرام وهو يتدرب لحفلته التي ستقام اليوم الثاني من الشهر القادم. وأكد الفنان السلاوي أن هناك ضيوف مميزين ومفاجآت في هذه الحفلة. وقمرطائي زادت شكوك المتابعين حول أنها هي الضيفة المميزة التي أعلن عنها السلاوي، حيث قامت قمر بالأمس بنشر ستوري على صفحتها بالإنستغرام علقت عليه بأهل الأردن بيحبوني، حاخد تاكسي وأجي تواني. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ متحمس كثير أشوفكم باتنين تسعة عشان نغني كل هاي الأغاني سوا. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I. شوف صح الميك اب نص راح بالمطر بس يجي منه وما نعسانة، فأروح أصور لكم فيديو على قناة الجيمينج لو أمسح الميك اب وأنام صوته.